إيمان نين تيمان نين نخي عزن أزول خاوم سجن تورات نغنيت نطاوض غاوم ونطحف زيو مرة مني مهجم إني كتدفان البرنامج انتي نبقى خل قناة انت مازيخت نتسد تجن تورات نغنيت ونتمون ذي هداث انتي نبقى خما تفيدا بدغت تصل المواضيع ذا تصل الفقرات إجن ذي جديد ذي البرنامج نوم انتي نبقى أزول هي أزول وسيمة قاشم مليح أقايضة والضرب داخ مني نتمونا كيد ربدا تيريغ مليح خصغاش مسقسي تعجيبا الكوزينة تعجيبة يطس مش ملي ما تعجبك الطعمه تعجبها ما تنوع مثلا ندير حوايج الكوزينه زعما الديكور الكوزينه لا مثلا تقلي نتغنجايين تعجيبة يطس وكور الضط تعجيبه اذا نخشى حاجه جديده دي كوزينينو ايوا ما نيني صنغ بالله تف تعجيبه وحتى ايمان نتمنى نغض نغض فان خذ بهذو التمازيغ دوك ساي سنتين وكا قاغاهم الرجا ما نحوم تزمطاس نتمسرين اذهم تعجب كوزينه أتقدم هويام ربدا دين الجديد من جندا ماينو ذي العالم من طمغاث ذوايز ذو الأسرة أم تكمر وانت تطول الفقرة نسموي نيخ المشا أكد الشاف أزول ثاني ميرثا وشمان تشكاريش مطاس يمزران نغي عزان تحب زيوم ذي البرنامج انتين وقا نهارا ما شتورا ميجن بلاد جديد الفيغين سلمونغ ذي فخوماج ذي البسكوي باش أتزعم يتسمى المقادير الناس ذي الطريقة تحضير الناس جيكني وكينغ صفا منغ ربدا ديني الجديد اتقذاش خمراتي زمار اتقد دي الفقرة نسمو ينخ مشا دي تنوقة وانتتو الفقرة الموضوع اجنت ورات نغني تناح غصالو النقاش وتفيدكم نسيور أنس سيورك تنوجي وتنخ الحلقة ينوصل أستاذة بديعة تنوتي يجيب الدنغج الموضوع مهم الطاس وانتي عيشي ثربدا دي ثوبه النخ نهارا سيور خرمراش خبريض نلخطبة نيختي مغارين نيجي تقياذن إرمراش يا يازن وريتي مغارين الموضوع نستنى دوم يعجب سوى الطاس اضفاثة كذنخ ايثما سويثما يني ضحيت ضفان خل قناة نتمازيغ تأطحب خزاي ومجن توارات النغنيت ذوك سدينوم تينوكا فدات اذا خسمونا نكذوم ذي مكورس زي البرنامج وانيتي يكومي سوارا وانت مصاوضة كذوم سيرس انت مازيخت نسيتي ما تريد تسعد ما كذ نخ جن وقت ذا سبحان ذي الحلقة يا نواسا اقتنو جوت النخ امر بدا الاستاذة بديعة تنوتي مرحبا بك بارك الله فيك اقاش مليح الحمد لله مدام قايكي كنت قاي مليح اش ميجاب به هو ازول ازول شما واسي ما مش تجي الحمد لله مين تسوجد نهارا نهارا سوجد غمر مين شما غينفعني ان شاء الله مستقبلا نخمي غاث القذوره ان شاء الله نسيو الكوزينه مالا تعجبها من الكوزينه والتعجبها من التغيير مثلا ديال الاواني الكوزينه يعني في غنجايين الطباصه المهم مره مين يتهم الكوزينه أتزام كذي إن شاء الله ذي الفقرة ينو إن شاء الله تفضل كذي نخ الفقرة ينهارا السنخ اللي ذوم تعجب وأتضفم إن شاء الله ذي الموضوع ربدا أنت خضار من يتهمان تداث والأسرة ثم غربشت أنسي غثيفاوين خل الموضوع نرمراش ولكن خبريض نلخطبة نيخ في مغارين يجي تدفن ذي الموضوع وانتي تخضان تأتي مغارين يوايز نيخ تخضانا سيوايز ثم غاث يعني من يقع والسنخ من يتجا عند المجتمع النخ نخلا ما تأمن مزيس نخلا ما كني تفضل بطريقة يا نخلا تفضل كل الجن هذه مساقة أك شريك الحياة الناس نخ شركة الحياة الناس على حسب المعايير نخ الشروط يتعين مكني ونخ تحتاج متكني وذي قوايز نخ ثم غاث يغيرين تكمر مرة أكوية ويا ثوذات نوم الأستاذ بدي عاجن الموضوع يصبح ونسي ورخ الوسط ذي الموضوع نرمراش من أي ويسير بالنسبة لشما مش توارد الخطبة غير مرش نش كبديعة توارغ نش تفضلغ المرش أثمون أن أثمون أن عايزت ناين عايزت مغا يجن أذي لاحظ شان حاجة تغي حداجي تغي تغاس ديجا يوفيت نتاث كذلك أثمون أن الصدق تفاهم ذا الزواج إن شاء الله ولكن وسيما وين إذا حي تقلص إذا حي ينقص وينها وتغيجة انت بلا في الأول من يكبر تجي يطس وتغل الخطبة قوم زوا إذا حيوذان تحرمين في الجامعة حنجان قطعة وضعهم السبعينات أواخر الستينيات صافي فقد وينها إذا حي حنجا يتخذانيه هاتي زاس تعجب انت تعود تيري تفهم تيري علاقة حب فخطوبة فزواج فأسرة فالحياة الجميلة كم شرب رشني وقيد
قفران تقيدا سفران تمغاث نخ تقيدا سفران تمغاث تقيدا سفران وعياز وشام ما نيجي جي قبر الطاس فاميليات قيادة نوياوية رخما مش تنيد لا عياز تاخذ النيث تمغاث تاخذ النيث ما نيجي توردي انقص الطاس ما الخطبة قطع عاد ما نيجي تغين خدم الخدمة تنيث انقص شويت كيجن مش يبدا كيجن مرحلة تغي نقص تغي الشباب راس نتيقا يجي نقدم نغني يجي نغاس غانا خميغا غاي ها الجامعة هادي الشهادة نس تمغاث نس اي تغا غاس ذا اي تافيت تمغرين مارا مسفهاما انا داس ناد مرشن تكمل الحياة سحماق ذي اواخر التسعينيات هاكا ويناس الالكترونيات دقا يبدل شوية تروح لا يروح دقان تأثاني وذنس الانترنت تأثاني الانترنت تأثاني يلحى ويقيم شا ويناثا خصها تذول الخطبة إذا حي حرام عازف عن الزواج يقال سازمون غاد قال مشى لا ومتشخشى صافي يعدوا الوقت نين الاختيار نس خمي سني ما سقات خصها شكت ملش الزيج فاحة ايوا سني وقيد ما تقيدش نعقبها غا الخطبة ولكن شازي مرات مرات تمسفق اكيد يتفق من ذي القضية يا ثانيتي الام نخيم ما سوحنجا تيرد دور الخطبة نيخ العكس نيخ يماس نتحنجا تير الدور الخطبة عاونت اذا سيتي خضاني تجيس نيخ الام نوايز عاود تيخضاني في ميس تمغاث واه كاينه عاود انا وسيمه ديني الاستاذه بديعه ديني مريكا نزارخو حاليا ذي الوقت اللي نجي نشين المساله ديال الخطبه اكثريه اكثريه مساكين التمغارين جاي وضنت غي جنسين فهمت ودي ويا بيشه وشاميني توقع تلتج يعني عوض يعني ودي تعجيب شاء لا ودي تعجيب شاء أذيني غي جنوور أنه يعدو خاص الوقت يعني مع احتراماتي ثمغاث انت الطمغاث فماذ يجن يغاس يجي المكانة تم قران دي المجتمع انت احتراميت سوطس مشاء في يعني ما كان زا يعني دي الواقع وغاس بور وقت عادة تولد أتك علاقة وكذا وطول شوفت مسفهم لا دكرت تلتاج أغا الخطوة القراسي وقيد ما يمري ويضع بيشا ذاني تا قمت عقب عاود غا من تغا قبل نيخ نهرا ما تطالب انت ذيني وذان وذان فاميليا نسو ما سنيغ يما سنيغ بابا تقياد الناس استاذ بديعة عقب اخي كاشم كأم غميم بين صادي جديا سجن وقت ما رايك يخسن انت ذي مرش استقيد ذني ثني خاص تجد الفرصة الاختيار لا نش تفضل غادي يخلاني تفضل غنتي غا يخلان إنما ذي الاختيار نس مناسب طبعا تما دخل الدر بعض من الشروط بعض دخل غدي شان حاجه من بعد ما يويتد ماشي بوقبر من بعد ما ديني يا ماما قخص ثانيتين نش سينا زعما مليح باش ما نش النقطه يا موني سينا غير حدا قشتا مثلا كتجربه ينو زوينه اما لا زقيد غنشوي كغيعيش نش كونترا بوركي اون كي نشحنت الزيجات سوقيت نشحنت بعض الزيجات سوقيت الطاس الطاس من الزيجات نش كثاوينو وتخصك تحمل المسؤوليه انه اي وقت اللي خصها مني ما حد انت روح حتى انت مغاري تقارن ذي المسؤوليه اكيد بركي تذكر دير بدا اصابع الاتهام غا الام يقرص شمت يخضان تذكر مثلا مال تغفى مغاث وتمس فيهم الخو مثلا ناكل لاس واخا مثلا واخا مثلا تسيور الام يقرص شمي ما شمي يخضان تحمل المسؤوليه تذكر اصلا راسي جناحيه مثلا حماتي الصياد نيغ مثلا ناتي السوف غنيغ كذا بدات تسري ذا ورا شميتي وين ضبا كيسان جي يعني تحمل المسؤوليه. تف السبع على اقل حاجه قرا بركي انت اصلا يعني ويت ما مقتنعش الزايس. انت اختيار الشريك من اهم هذاك النجاح الزواج. قد يختارها لشيء بسيط شعره من العجين تعجبها الزايس وشو اخ مي راخيق ناقش الشباب بزاف هذا اني مرشن ما راخيق ناقش الصبيطن مهمي دراسك الشعره اما ابتسامه اما زيتي خذا اي صافي يهدش يتقين فور فهمت ماشي مره نعقب غصورا ديال الخطبه غثم غاثي تي خضان اياس خجن الشروط حتى ستة ويت صوات قرا ما قام هاي اياس ها ماشي كا ني خمتا وياس نتاعو دقا هاد صوان طحنجا ها مش تقا مش تقا تي خضع على اساس الصوره اللي صافي يمدش الطاس باش تني نجحن والطاس المراشات العكس العكس يعني في الشرن على حسب وديني بول معايير تجي خوا يا زو يا زنينخ كذلك ثمغات وتيف بالشروط ني جاتها زو كوايز سو ني روخا الخطبه والسنخ ما مش غنف زعما الشروط خصها تير ديال الخطبه على اي اساس تيخضر ايز ني ثمغات
أتقيد الخونت مرمي نجح نوعا الزواج تيري عايز اني عايز عادي يخسر الساج جيف نس يخسر جن تمغات تشاركي مغرب دي على بلادون يغاسي جن وصفات محدودة جدا في تلك المرأة مرات غياز تمغات إذا غيكونون وانو صافي تيمشي تيمشي مغني صافي وصمات ذي غيجمع ايوا ذي تجمع ذي تدات تعمق مي غياز مي في سدات من بعد حراما وغاسبو شروط خاصة وغاسبو ناس غاسب أحاسيس الناس غاشان صورة مغاتي تغاي خصني لا ذا يودان قنع نواها الخطبة ذا الزاوية من يخص ويمكن تصوات صافي قبري تياوي ذي عيشة كسيارو كسي ولكن يوذان نيضا الجيل نيضا يوعى واقي من شطس وخا الجيل نيضا تعتمد دخل الانترنت تيك جند الخطبة مين يقيد حاش تعاود هنا الوحدة ذا سيارة ثينيث مثلا دي المواقع الإلكترونية نشاط دوينات قاش المرة قوة جيبو ما رمش سقانا لي باجي غنغضي قد تني فوتون نسنيخ فوتون قال يتوقع الغش وما ذو مين غيش نحاش تاني تازي زي فاميليانو تقل مسألة الخطبة يوي ناس فوتوني فوتو من هذا ميشنا ويناث تواليد مشى أمي بورك صافي انت الناس صافي قمكور شي وينات صافي أمي بدا نخزوجية تصور كذي أنه تصدم خدني مين تصبو تجبود وني تزرع فما هذا يعني تبني ذي جن الحياة تبني شن تعرضي النص توهم ذي خفن هلا يعني ميخسا مينيغ شن مرض الخطبية تاوي الى التهلوك قوة جيبو يعني بدا تنجح باش في بعض الحالات ني غمخمين ني تيري مثلا يوزو هذه ما يجي في النسوان لا بالنسبه يوايز لا بالنسبه يتمغاط ثاني ثاني ني تواليد تصديق لان تصل العائلات محافظه عاد تحافظ نخ العدايا ثاني تي وتعتمد نخ الخطبه خصم غاث يقيت قيادا ايز ني خصم غاث ارمرش وعدت جاء القضيه ثاني تي ولكن ما مش دوار الاستاذ بديع على المستقبل الظاهرة يا ثاني تي ما تكمرني خ على حسب الجيل غادي نيودان غاسن الفهم نضيق محدود وغاسن شما وراء السطور نغشان الهدف يخصها مغاط الناس بليها مغاط تقيم ليها الدا تجي حراما صافي هو الهدف نس باش نش قبل منايا واخا الخطبه قاق سايز مي دغيس هذه خطب الخطبه صح راه غاس الحق تزع قبل الزواج قبل الزوجيه تقيما واخا تاوي بحضور وتماس نغشي حد كيستقيم أتج هذه السور السقم شنو الفيلسوف نسينا نتكلم لأراك تسنوي كذ فهم قوة الزواج حق من حقوق بوديرة وحق من حقوقها خص رد الفترة الخطوبة تيراج الدور ذم قران يعني خمتة في ضعية زي تعرف تاخذ مغاث وثم غاثة السنك تاعي زي كذا غادي يعيش يعني الفترة من الخطوبة تيشخ جن فرصة التفاهم خمتة في ذا السنخ نشارك الحياة كذا عيشخ تفاديا يتصل مشاكل جديدة للمستقبل أها وخيتي رير مش عن طريق الخطبة وخال الخطبة يا ثانية تقال مهمة الناس قيد ثم سمر قاتني نيوذان يجن هدفي تيري نبيل تقيجن الدور ذا قران ولكن الدور اللي تسن من بعد أياز نيت مغاثي غي مرشن هني خصنا نتفهم من خمتة في هذه عيشنا كوية ماشي حما استضمخ سلواقع يعني حما مرشق حما يوقع ما ينوقع انا عادي غيني خلا وجبو الثاني وجبو ذواني وجبو الثاني تيخسخ استاذ بدي عامي دخلتيني خمتة في نكمل الموضوع على الحلقين وسا نشقى انا وناس المراجي رسالة مونتناني وذان خسري تفاهم جالس هذه لي حب هذه لي احترام الغايري مقتنعين يجي نقول نغني بزاف يخني راح نغى الخطوة أنه أدارين أتزغن أتكون الأسرة نسن على حسب حيث الموضوع اليوم الخطبة زعما تقدر أتسموني جن تنين تقدر مسفهمن مش شخص مسفهمني ديريني هني من بعد نغى ماذا قيمة وشن فرصة أتزغن بودي سيرة ديري تغاغاسي جن قدر وقضع أنها خفوس أنت معاهمني ماشي ضروري خصك تقول شنو الوقت هو الوقت وخصها تدي الثقه خصها تسن ماشي ست سواث لا كيسي قيمه تزامو زعما ماشي كي بلا في اخر المطاف قد توي دايز وتي وي درا الزين بوركي الزين يطرح وتي وي درا نس وتي وي خوطا سنت مسرين يعني ستي مغ العقليه وتغيميشا
يعني وجب مرشق على اسن تاريخ سدي وخشين جندوا بو نيغ مثلا ما هو مادي لا يخصي الشخص اني اسن من انا من مزماغ كيس يعني كيسقيم ثو ذات نوم تكمل كيس جغطا وينو هذه تحمل المسؤوليه ينو هذه تحمل المسؤوليه بعد ان يخف الناس طاونس فما شريك الحياه يجن حاجب قا طم قران تخصصنوش سنوش الوقت الناس وسنوش القيمه الناس حنا داون وطيشه باش نيد وسيما قطاس انت مسرين مستقبلا تسكواض واش غنخنش ندي الثقافه النخ امازيغن ثم غتخمد متجس صافي قطع خاطر الدات نوايز الناس يعني جن حياه جديد جن حياه تيري معوله نقه يربدا ماشي اضحى على اساس يمكن هذا يعجب الحال ناخذ يتعجب الحال من لا اصلا من يجنخو سويني رض الخطبه اني ختم غاثي تقيادا اير مراش خصي تحترم الطاس الشروط مثلا ايا زيتيش الشروط يقى خصي تمغاث كذلك تمغاث مين تازوديش قاتل يريد الخدمه مثل الناس ني تمغاث يريد تخجاس خاص ني غاس يجن اغراض اواني مناين ني تيري غاس يجن مهمه ني خجن وظيفه تيرات ني تخدميت سويني وداخل قيم كرمين غناني ذي الموضوع الزواج قسمه ونصيب ديك مرة بيصر خاين ان شاء الله مري ودان قوان ادمرش ان شاء الله قوسة انا دي تاسة نقاث ندير فترة الخطوبة نخ سوجة دن يورا خومي كمرة بيصر خاين ان شاء الله استاذة بديعات قدم بارك الله فيك شكرا شكرا هشام وسيمة شكرا الموضوع تقث مهم وسيمة امسك هذه كوزينة امسك هذه كوزينة في غنجايين ذي نيجن حاجت وسيمة من مما غث نقرب غشاف غتضحش شو زوغة سنصير ماشا مشى نختي رجوع نخسر الشيخ صافي اثنين اجوبه هاد قداسي الشاف كوزينه كيخي حضان ربد هذه الفقره نسموي السنخ الى مره يوضن ماشي حانش ضحشن خمي الطوط الفقره يا ثانيتي مازيت عيان انت ايازن ورتي مغارين سجادن ستيلو التوريخ تما تفنا تقيد المقادير ماخذ السجادن ماره اللي شافي كيخي تيرين نكور ساخراست زي البرنامج نوم تينو بقاخ القناه نتمازيخت قيم ساكت نخ أزول دور غوم ثوالت تنغني ذي الفقرة الجمال الموضة ماشا نهارا أن سيور خيش نتمسلاش نغطاس من حوايج تعجيب نتسيت مغارين من زيما مش تسنم ربدا ذي الفقرة الجمال الموضة نتهتم الطاس استمغارين وستي مغي عايزن وذا سني تقسم ورحال ما مش وعد خثن إن شاء الله ذي شان الفقرة أن سيور خشن حاج تهتم نغتهتم يعني تهتم ازاي سني تهتم سوايز نهارا انسيور ديال الفقره يا انسيور خل مجسقان الاثاث من الكوزينه يعني الحوايج الكوزينه ما حنت يعني تفغام الظروف مثلا ان الخميره غتسمش نحش يعني تفغام الظروف هونانت من غتستعمل الانواع الالوان الاشكال ومنايا مره اتزاد دي فيديو يا سويني قيمتك يذنا رقشوع الكوزينه انت دي جن ديكور تهتم ازاي استمغارين يتيري غاسن دي كوزينه سن ودوم نشل مدارنو يا عن رقشوع اذا ما ذا يستقض مر الانواع نويسوم وذا يستسلمد ولا تبستيلي ولا حتى ذمي الملاضة ويتص المشا يتيرين تصبح وتسمم سجن دي بخو يصبحوا انيقس والتص زماد الزيس احتفظت ذي قمشانة ديالي آمن أما شنو ميكرون ذا حموا الدقو زبو ذي كوزينة النم وتحتفظ خمرخ في طمينات التيرين دي مشا ميميتي مغارين تخصنا غسل نيري القشوع التيري سبحا سوطاس وتيري جودة سنة التيري ثعرة وتخصنا سوجن مشان سن صدغية ضغية وتوفاض في ساعتين تبقى راني زي تعاب سن ونقارى سنة مغارين بلا الحل ما قريبا ذي حق
ستي مغ أتاف زريم فيديو يا وتاف ضفامة نغ وتاف سنم وتكتشفم الطاس الأثاث الكوزينة يكني تغين في عندي الكوزينة نشنت حندر بدأ داش انتي تشغانا يرخذ ماذ وسوجدنت وصفات شنانت ما مش دان غيس يعني سوجد الشاف ربدا ومشت شنا تيزيد سويني وتموتوي ماني وطرح ماني قيمث أكشاف حوما تزام من دوم يسوجد نهارا ونش وذي قيم غذا ومينيغ جيركنيو ذير هنا يمزران نغي عزن تحب زي ومدي البرنامج نتين وبقى نهارا ما شتورا ماذا مقدم جن البلاد الجليد الفيغين المونغ سفخوماج نحتاج ذا يسجن المونغ مون قصيدة مزيان نتحتاج ايش تنين وش مرار نتمتجارين نسيقا عاتيثن او نيجي تسماش نوذفر نتحتاج شوية اللي بيسكوي نعزيثن تامو جن 200 غرام نتحتاج جن 250 غرام فخوماج فخي إيش 50 غرام من السكر كاسونا دبوني شويه نتمنت إيش 50 غرام من الدهن 50 غرام من السكر العادي نبدا ان شاء الله انق المونغني هذه يوم شويه باش الزيت نقي الكولي نتك شويه الكاسونا دني ان الدهن نعمو نانيس المونغني انا عدو نخدم فروماج اللي نق 250 غرام فروماج فخي اك يجي 50 غرام السكر خدميت مليح السكر ني نانيس شويه نتمنت او نقا ايج نتغنجشت خو اخاس نقا شمرار ني اننا اثنين تمتجارين وشمرار نسقا عادي ثنتي تسمى سلفوي شنو مو قناش نقاس ايج طغانغ سمي دكور شنو مربى المونك خو انا عدو او ست في الموينث ديشان لي غامكا اقاث انت تف انت ايج موينث اللي بيسكويني باش نوامو كيسوى الداي تاوديش نتغنجات نتعمارا الكوليني من المونغ خاص أقات من بعد نعدتو عاود نعنيس يجن نغنيس نجنس شنو هو لي بسكويني انا عاد من بعد انك لاباري ني نسوجد فقط تعمر الزيت لي غامكايا تكمل خوا اسناني شويه كنغني اقات يوجد غانغ فيغين سلمون الفخوماج ذا البسكوي
سيتم ان شاء الله هذا يعجب اتقمتي تدرينهم اجن حاجه تسهر صحه الدرهنات قذاك النيو ارجن الحلقه الغني ان شاء الله.